كلنا للوطن للعلا للعالم ملء عين الزمن سيفنا والقلم سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل في سبيل الكمال كلنا للوطن للعلا للعالم عايش 32 سنة بالمهجر وما صدقش أي ساعة تسنح له الفرصة يجي على لبنان وتعرف على جبران هناك وجبران تعرف علي بالنيويورك وهكذا تعرفوا على بعضه وألفوا الرابطة الألمية من وقته أنا بعرف أنه لما إجا عمي كان أنا عمري 6 سنين سنة 32 بده يعرف مين بعده طيب من هالختيرية اللي كان يحبون وإلى ما هنالي عمي نقول بعده طيب قلوله لا طيب عمي فلان بعده طيب عمي نصر الله بعده طيب ايه ستي هندومي بعده خيلتي هندومي بعده طيب ايه خلاصة طلع فيها هيك ايه ورك هايدي خيلتي هندومي يا حبيبي يا لاي قرب لا يا الله عرفتيني قلت له تقبرني له ما عرفتك الله طلع في من يحبها هي ختيارة حطت ايدها هيكي وطلعت في قلت له ياي قولك مش انت مخيل من يوسف الله وريك مبالي تقبرني ان شاء الله لبسي خرج مرقوع بس نظيف وداية مفلعين من الحشيش ومن تقليع البطاطا ومن تقليع النار مدت ايدي لما عرفت ان هذا مخيل من يوسف مدت ايدي تتسلم علي لقطها بايدي وشد فيا قلت له يا عيب الشوم منك داي خشني الله وليك لا يا خيل يا عيب الشوم منك داي نعمين بصال فيرس يا يوسف فيرس بيقول لي لا يا صبي وقفت انا قلت له واش بيك قال لي ولو عمك ولا قلت له عمي هاو قال لي ولو قلت له راح يحش للعجل قال لي في ناس هوني بدهم يشوفوه قال لي بدي اقول لك انا انه هاو بيحكي انكليزي وانا بعرف ونزل طعم العجل واجا العبايه نفضها وحط هالمنجل هناك واجا لله يكون قال لهم جود مورنينغ وفتح مش ليه الانجليزي هاودي نرعبوا انه هذا شو هذا اللي بخمنوه انه شي شغيل من معطر بلش يحكي معه بالانجليزي بالاخر واحد بيقول له مستر مخيل نعمي قال له انت مخيل قال سداوني قال له سداون قاعد على الجر وواحد منهم حكى انه بنترجاك ضل قاعد مطرحك والله ركعوا قدامه ثلاثتهم وكل واحد بيدوروا يلقط له اوده يبوسه ويرجع يقعد اجى الدور الاخر يلقط له اوده يبوسه ويرجع يقعد طلعوا قاضي قضاة الولايات المتحدة ومعه اثنين قاضي قضاة الولايات المتحدة جايين من أمريكا تشوفوا مخيل نعيمي من بعد ما فال من هاوني كان يكتب بالإنجليزي وبالعربي الهونيك وقابل على أيامه بكرة ابني بخبرك
راح قبل رئيس الجمهورية الأمريكية وقرطوا بهدلي لأنه مش عم يتطلع بالعرب وباللبنان. ماذا قدم الشخروب لميخائيل نعيمي؟ قدم له مكان لكي يكتب فيه كتاباته وشعره. أتعرف من يعرف أسماء كتب؟ نعم، من مؤلفاته جبران، كان مكان، سبعون وهو سيرة حياته. نعم، غربال. لقب مخيم انطلاقا من جرس الشخروب. نعم، ناسك الشخروب. ناسك، اكتب على اللوح ناسك الشخروب. استبرك انا يا ربي وهذه الارض البديعه الكريمه الحنون التي وضعتني في حضنها، ليست سوى المهد أدرج منه إليك. المجوف يسموه الطين، وكانت مرأة من قدامه أنيت صنين، وكان هو يجي يقعد تحت الطين بس هو جوات الصخر. جو ما هو مدفون هن، وبيتنا بال هالطين. يطلع من هن ويقعد هن. يوم من الأيام بتقول لي امي عيط لعمك خليه يتغدى. انا بعرف انه عم يكتبها. لما جيت عيط له قال لي انا عايز. قلت له ايش بك؟ قال لي انا بدي اعمل المدفن هنا. بدك تجيب انت دبش صغير بس، ولا بدي انحته ولا شيء، عمره هاي مثل ما هو، يعني طبيعه من حجر الشخروب. قلت له انا ايه؟ قال لي يعني تبنيت المشروع. قلت له ايه، بس من جوا حسيت انه في شيء كمشني كعاطفي، مش انه عمي بده موتها. بعد نتفي وعن يقوم وبدنا نمشي، قلت مليح اللي قال لي هاي. انا بتطلع وبنازلي بعد عمر طويل بيجي بقول انه عمي ها. ضلت الحكاية تدبك لسنة 88 ب28 شباط، ما عملت شيء أبدا. سنة 88 ب28 شباط توفى بحرجة، وهون كان في متر ونص تلج، وعمي قال لي بدي ادفن هون. أنا خلص بدي ادفن هون.